ما حكم تغيير صوت التكبيرة قبل التشهد الأول والثاني لكي يعرف المصلون أن الإمام سيجلس التشهد؟ ذلك جائز؟ ما نعلم في شيء. صوت المكبر المهم أن ينبه الناس حتى يرفعوا ويخفضوا، سواء كان صوت خاصية، المهم أن يرفع صوته بما يحصل به المقصود للمأمومين. وإذا كان في صوته علامة على جلوس الشهد الأول والأخير فلا مانع من ذلك، حتى لا يقوموا وينهضوا ويعلموا. متعمد في تغيير صوته؟ ما نعلم في شيء. المهم هل يجوز تغيير الصوت؟ ما نعلم في شيء، لا حرج في ذلك، لأن المقصود نفع الجماعة، توجيههم.